شفنا بقى من بالمناسبة دي ضمن إن الأمريكان الظواهر. اللي النهاردة بيتظاهروا في ميناء أوكلاند علشان هم لقوا إن في إبحار سفينة أمريكية رايحة لفين، محملة بالأسلحة ورايحة لإسرائيل. فدول بيتظاهروا، ده غير إن في مظاهرات طول الوقت في كل البلاد. الحاجة اللي تخليك تفكر كتير، الناس دي الأمريكان اللي راحوا أوكلاند علشان خاطر يطلعوا فوق السفينة الحربية دي علشان يمنعوا ويعترضوا على إن الأسلحة توصل لإسرائيل. الناس دي قعدت تفكر، الناس دي قعدت تجمع في نفسها، الناس دي أخدت وقت وأيام علشان يتفقوا مع بعض على اليوم والتاريخ ويروحوا. إحنا بجد غيرنا في حاجات كتير، او عملنا سبوت لايت رائع على قضيه غزه وقضيه فلسطين. انا عايزه اقول لكم على حاجه، رغم ان كل المناظر اللي احنا بنشوفها والصور اللي بتوصل لنا من اهلنا في غزه تقطع القلب، لكن انا بعتقد ان الصور دي ساهمت بشكل كبير ان هي تلفت النظر ليهم وتلفت النظر عالميا للمواضيع دي. يعني الوقفه دي وقفه واخده مجهود من الناس. طبعا طبعا، ومجهود واحساس وقت وفعلا وتنظيم. رب ضاره نافعه زي ما بنقول. اللي بيشوفوه الاطفال والامهات من 7 اكتوبر في غزه حتى الان ما راحش غدر، لكن علم العالم كله اللي عندهم انسانيه، مش بنتكلم على الحكومات، بنتكلم على الشعوب، الاجابه الاهم على سؤال مهم لما يتعلق الاختيار بالإنسانية، تختار إيه؟ إحنا زي ما إحنا شايفين إن الشعوب قالت كلمتها نعم للإنسانية طبعا. أما السياسات الدولية دي فكشفت نفسها ونواياها وتلاعبها بالبشر بشكل لا يصدق، في تواطؤ غير طبيعي عالمي مع إسرائيل أو مع غير الحق. والسوشيال ميديا والأجانب نفسهم، الشعوب هم اللي طلعوا فيديوهات لشخصيات قيادية عندهم إن كانت في الحكومة، قد إيه هم بيتهموهم بالإزدواجية. الإزدواجية في تقييم الأحداث في أي بلد، يعني حطوا أوكرانيا وحطوا اللي بيحصل في غزة، وعملوا فيديوهات كتيرة جدا لقيادات طلعوا يتكلموا عن أوكرانيا ونفس الناس دي وهي طالعة تتكلم عن اللي بيحصل في غزة. الزواجية غير طبيعية، خلتنا احنا كلنا فعلا نقول افصلونا عن الحكومات. لا، دول بشر، دول بيفكروا بشكل، واحنا بني آدمين لينا توجهات تانية خالص، وكلنا متفقين على ان احنا بني آدمين.